يا ابو حسين طب خلينا ايه؟ ايش علي صوتك عشان الهوا. مضغوطة لحم، هنشوف الاكل اليمني، شوية لحمة حكاية عملها لنا ابو حسين، ما يحتاج في قعدة. طبعا القعدة الجميلة دي مع ابو حسين صديق العمر، قعدة دي اسمها قعدة بر في السعودية هنا. يعني ايه؟ يعني الناس تطلع البر في الدمام، شايفين القعدة غير اسكندرية خالص، مش مستحيل ان انت تيجي وشمسية وكلام من ده، لا دي قعدة بر. الله على المنظر، الله على الجمال، الله على شوية العائلات مع اولادها هنا قاعدين. ابو حسين بكرشه زي ما انتوا شايفين. عادي بقى الحال من بعضه يعني. يلا يا ابو حسين انا جعان، بس روح تاني بروح زي ما هو. وجايب لنا كيس رز كمان ابو كاس، ودي الف الف. شيل البتاعه دي، شيل البتاعه دي يا ابو حسين، الالمونيوم البتاعه، شيل يا ابو حسين. جرب جرب الدور، عيش 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 مع الدور. قعدة بسيطة جدا على الرملة وعلى المية، هنتغدى وبعدين شوية ننزل البحر. قعدة بسيطة لا مش مكلفانا أي حاجة.